اهلا بحضراتكم من جديد. زي ما قلت لحضراتكم قبل الفاصل، معانا فقره اولى مع واحد من المدربين اللي حققوا رقم قياسي في مصر محدش قدر يحققه، ان هو يصعد باربع فرق من دوري الدرجه الثانيه الى الدوري الاول المصري الممتاز. تجربه التدريب في دوري الدرجه الثانيه بتكون امر صعب جدا جدا جدا. هنعرف صعوبيتها في ايه، وازاي ممكن مدير فني يكون عنده امكانيات عاليه جدا في الدوري الدرجه الثانيه ومتخصص ايضا في دوري الدرجه الثانيه، وايه اللي بينقصه او ايه اللي ممكن يسهل عليه الماموريه في دوري المصري الممتاز. واحد من الكباتن المميزين جدا واللي صعد نادي طنطا، وبنبارك له على الهواء قبل ما نبدا معاه ونقول له الف الف مليون مبروك صعود نادي طنطا، وان شاء الله تكون تجربه اكثر من رائعه للموسم القادم تحت قيادتك الفنيه، لانك تعبت واجتهدت وقدرت تصعد بفريق طنطا علشان يكون رابع فريق تصعد به الى الدوري المصري الممتاز، وهو الكابتن ايمن المزاهي. ازي حضرتك يا كابتن؟ ربنا يخليك يا كابتن. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله متشكر. حقك يا كابتن. لا لا، حق حضرتك. ربنا يخليك، شرف ليا وجودي مع حضرتك وفي قناه النادي الاهلي. بيتك ومكانك، واكيد طبعا شرفنا في اي وقت يا كابتن. شرف ليا، ربنا يخليك. اتكلمت يا كابتن وقلت ان التدريب في دوري الدرجه الثانيه هو امر صعب جدا، وفي مدربين في الدوري المصري الممتاز مع الكامل الاحترام ليهم، لو نزلوا ضربوا في دوري الدرجه الثانيه الموضوع هيكون صعب جدا عليهم، بيكون ليها اجواء مختلفه، فنيات مختلفة، تعامل حتى مع الفرق على ملعبك أو خارج ملعبك بيكون الموضوع صعب جدا جدا. زي ما بنقول الدوري المصري ممتاز هو يعني وش الكريم، لكن دوري الدرجة الثانية بيكون فيه تفاصيل أكيد حضرتك عارف أكتر مني. والله بص يا حضرتك، الدوري الممتاز بيه دايما بيبقى صعب، صعوبته لنمرة واحد الملاعب. الملاعب بتختلف لان في ملاعب سيئه كتير جدا 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 فيها. فالنهارده المدرب او المدير الفني لو ما عندوش مرونه تكتيكيه بتختلف من ملعب لملعب وبيعرف يتعامل مع الاجواء دي والملاعب دي، هتبقى الامور صعبه عليه جدا. بتلاقي نفسك ملعب لاعب في ملاعب كويسه وفي استادات كبيره ليها طريقه لعب وليها اسلوب لعب، بتلعب في ملاعب صغيره وارضيتها كويسه برده ليها اسلوب لعب، بتلعب في ملاعب صغيره وارضيتها وحشه جدا. كل دي امور بتحتاج من المدرب لازم يبقى عنده المرونه التكتيكيه انه يغير اسلوب لعبه من هنا لهنا لهنا لهنا. بس فالامور مش سهله، اجواء صعبه جدا، بتتعامل برده مع فرق كتير مش منظمه تكتيكيا، فازاي النهارده انك تفرض اسلوبك التكتيكي عليهم وان انت تنفذ الكلام ده في الملعب؟ ممكن تلاقي لعيب واقف غلط يبوظ كل اللعب اللي انت عامله او اللي انت محفظه لعيبتك. بس الحمد لله الحمد لله يعني قدرنا الحمد لله بشكل كبير ان احنا نفرض اسلوبنا على كل الفرق اللي لعبناها، والحمد لله وصعدنا نصعد الدوري الممتاز. كابتن ايمن، هل حضرتك شايف ان ممكن اي مدير فني في دوري الدرجه الثانيه يقدر ان هو يقود فنيا فريق في الدوري المصري الممتاز، والعكس هل حضرتك شايف ان اي مدير فني في الدوري المصري الممتاز قادر على انه يقود فريق في الدوري الدرجه الثانيه، ولا الموضوع بيكون صعب ومحتاج يعني بعض كده الشروط اللي تتوافق في اي مدير فني علشان يكون موجود هنا او موجود هنا؟ لا والله بص حضرتك، ما فيش حاجه صعبه، لا هنا صعب ولا هنا صعب، كل حاجه بالنهارده بالدراسه وبالمعرفه وانك انت تبقى عارف هتشتغل ازاي والاجواء اللي هتشتغل فيها ازاي، ده بيسهل لك الامور. لكن انا شايف لا في صعوبه ان انا اشتغل ممتاز ب ولا في صعوبه ان انا اشتغل ممتاز الف، والعكس والعكس صحيح. النهارده هدي حضرتك مثال، لما فرقه زي الاسيوطي مثلا انا كنت مسكتها وصعدت تقريبا قبل الدوري بقرب 7 اسابيع، اربع جايبين 74 جون اعلى معدل تهديفي، كنا كل مباراه نكسب 4 و5، كنا فارقين كتير جدا. ازاي النهارده فرقه بالشكل ده بالاداء ده لو حضرتك النهارده مسكتها وحللتها فنيا، لا هتلاقي في شغل معمول وفي حاجات متحفظه. فالنهارده الفرقه دي صعد دوري ممتاز، طب المدير الفني النهارده ما كملش ليه في دوري ممتاز؟ برضه علامه استفهام كبير طبعا. تيجي النهارده الحمد لله الحمد لله طنطا الوضع مختلف شويه، لان انا رايح طنطا وعارف ان ربنا كرمنا ان شاء الله انا مكمل معاهم، لان انا في مجلس الاداره من الناس المستقره اللي بيدعموا المديرين الفنيين بيدوا لكل واحد حقه. فالحمد لله يمكن الحمد لله قدرنا نشتغل، بصمتنا وضعت على الفرقه، قدرنا نفوق اللعيبه نفسيا لان هم مجموعه لعيبه كويسه جدا وعندهم قوام من نزل من الدوري الممتاز، ففرضنا برده قدرنا نغير شكل الفرقه في وقت قليل، واللعيبه استجابت معايا وشكل الفرقه يمكن مباراتنا كلها كانت مزعجه، كان شكل الفرقه باين قوي 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 ان هي متحفظه شغل واخده شغل واللعيبه بتنفذ حاجات في الملعب. طيب حضرتك من 2013 ساعدت بالرجاء، بعديه الشرقيه، بعديه نادي الاسيوطي بيراميدز حاليا، وبعديه اخيرا نادي طنطا. اكيد طبعا يعني حضرتك اربع فرق مختلفه، واكيد كان في يعني تشالنج او تحدي كبير مع الاربع عندي. عايز اعرف من حضرتك مين التحدي الاكبر وكان التحدي الاصعب بالنسبه لك في مشوارك من دوري الدرجه الثانيه للممتاز؟ بص، الرجاء بالنسبه لي كان بدايتي، وكان بالنسبه لنا الصعود ما كانش رقم واحد. يمكن هي برضه اكون واضح، يمكن الظروف خدمتنا شويه ان احنا دخلنا في المنافسه وصعدنا للترقي، ومن الترقي اللي ادينا بشكل كويس كان كل هدفنا ان احنا نعمل موسم كويس، نعرض نفسنا كمدير فني اول سنه مدير فني ومجموعه لعيبه مغموره عايزه تثبت نفسها في الدوري الدرجه الاولى وتلعب للدوري الممتاز. فكانت الموضوع بالنسبه لنا طموح،
وقدرنا ان نقفل على نفسنا ونشتغل كويس وضحينا بحاجات كتير جدا جدا. يمكن كانت بدايه ظهور الرجاء برده كانت الامور الماديه ما كانتش عاليه، لكن قدرنا يمكن احنا ضربنا السوق اللعيبه في السنه ديت، كان اللعيبه 20000 جنيه العقد، وقدرنا ان احنا نصعد للدوري الممتاز. الشرقيه كان الوضع مختلف، انا مسكت الفرقه كانت الظروف صعبه جدا، كان في المركز التاسع من 11 فرقه، كان الدوري صغير، وقدرت الحمد لله بعد الاسبوع الرابع قدرت الحمد لله كسبت حوالي 13 مباراه متتاليه، لعبت 19 مباراه مع الشرقيه كسبت 17 من 19، وقدرنا ان احنا نحسم الصعود للدوري الممتاز بالماتش الترقي مع الماتش الفيصل مع نادي الترسانة. الاسيوطي كانت امور سهله شويه بالنسبه لي، كانت الفرقه بادئ معاها بدري، كانت فرقه كويسه جدا، فرقنا كتير جدا جدا عن المجموعه على الفرق اللي كانت تحتينا، صعدنا بفرق 18 بوند تقريبا، فكانت الامور محسومه ما واجهناش صعوبه كتير فيها. طنطا نفس مشكله الشرقيه، ان انا مسكت الفرقه كانت برده في مركز متاخر شويه او في نص الجدول، كانت الامور صعبه، اللعيبه كانت نفسيا واقعه، فكان عندك لازم تشتغل على الناحيه الفنيه وناحيه انك تعالج اللعيبه دي او تفوقهم نفسيا، لان هم مجموعه فعلا مجموعه لعيبه كويسه جدا، بس عايز الثقه ترجع لهم. وكانت كلامي معاهم دايما نكسب ماتشين بس ورا بعض هتفترق في الامور معانا وهنرجع للمنافسه تاني وان شاء الله هنقدر، بس نكسب وكان عندنا مباراتين بره ملعبنا، لو قلت لهم لو خدنا المباراتين دول رجعنا للمنافسه، وفعلا الحمد لله قدرنا ناخد المباراتين واللعيبه بدات تاخد الثقه في نفسها، وكان الاداء اللي قدرنا نختم بيه شكل الدوري. هسألك سؤال يا كابتن بس ترد عليا بصراحه، انا عارف ان حضرتك ما ضربتش في مجموعه القاهره او ما كانش ليك يعني كل نجاحاتك كانت في الصعيد وكانت في مجموعه بحري تقريبا، حضرتك صعدت بالاسيوطي من مجموعه الشرقيه، كانت مجموعه القاهره الشرقيه كانت مجموعه القاهره تمام. يبقى عايز اسالك سؤال كده، حضرتك كل الاركان عندك، ايه المجموعه الاصعب؟ هل مجموعه القاهره ولا مجموعه بحري ولا مجموعه الصعيد؟ عشان الساده المشاهدين اللي ما يعرفش، احنا عندنا في دوري الدرجه الثانيه ثلاث مجموعات، بيصعد كل بطل مجموعه للدوري المصري الممتاز. ايه بقى اصعب مجموعه واللي كان فيها حسابات معقده واللي تعبت الكابتن ايمن؟ لا، مجموعه بحري اصعب مجموعه، يعني مجموعه القاهره اشتغلت فيها مع الشرقيه واشتغلت فيها مع اف سي مصر، لكن اصعب مجموعه مجموعه بحري. مجموعه بحري كلها انديه جماهيريه، فالنهارده مش بسهوله انك انت تقدر تروح النهارده تفوز على فرقه جماهيريه في ملعبها ايا كانت، حتى لو فرقه صغيره، يعني لو كوم حماده، لو تلا، لو سيدي سالم، الفرقه دي صعب جدا انك تكسبها في ملعبها. عكس مجموعه القاهره، لا، انا ممكن اروح اكسب القناه في القناه، ممكن اكسب الترسانه، ممكن اكسب الفرقه دي في ملعبها، لكن مجموعه القاهره البحري لا، مجموعه البحري صعبه جدا 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 جدا. لا، اخر ثلاث اسابيع تعمل فرق بتنافس. ايه يا كابتن كان ابرز المواجهات اللي ممكن او ابرز المشاكل اللي كانت بتواجه الكابتن ايمن دايما في يعني اموره اللي كانت بتبقى حاسمه انه يصعد للدوري المصري الممتاز؟ هل كان الجمهور بيبقى عقبه كبيره، ولا ممكن نقول ان كان التحكيم في دوري الدرجه الثانيه بما انه بعيد عن الاضواء وبدانا بعض الشيء ان دوري الدرجه الثانيه يكون يعني مذاع تلفزيونين، هل بيكون في بعض الضغوطات على الجماهير لما تلعب مباراه خارج ملعبك؟ هل ممكن نقول ان الملعب في بعض الملاعب كانت سيئه وبالتالي مش بتساعد الكابتن ايمن على انه ينفذ التكتيك بتاعه وينفذ الامور الفنيه بتاعته، ولا كان في عوامل اخرى كانت هي دي السبب في الصعوبات والمشاكل اللي كنت بتواجهها؟ والله بص، انا من اول ما بدات مع طنطا لا، ما كانش فيه صعوبات، هي المصابه الوحيده اللي واجهتني في نادي طنطا في بدايتي ان انا خسرت مباراه المنصوره على ملعبي وخسرت المحله بره ملعبي، دول كانت اكبر مشكلتين واجهوني في البدايه، وكان طبعا بدايه ليك والناس جايه النهارده، انت جايب اي ميزان عشان تصعد للدوري الممتاز، صح، تخسر مباراتين. فكان في جماعه الجلسه بلجنه الكوره ومجلس اداره الاستاذ فايز عريبي، وكان المفعول السحري ان كابتن ايمن يشتغل وقدرنا نصعد، ما قدرناش نصعد السنه الجايه ان شاء الله تعمل فرقه وتصعد. فالامور بالنسبه لي كانت دافع ليا، قدرت ان انا الم الفرقه، وقدرنا بعدها الحمد لله من بعد الماتش المحله احنا الحمد لله ما خسرناش، فزنا، لعبنا حوالي 15 مباراه و14 مباراه فزنا وتعادلنا لكن ما خسرناش، فالحمد لله قدرنا نرجع من نفسنا. بجانب لا، نادي طنطا كانت الامور مختلفه شويه، الجمهور مساند لينا طبعا، محترم جدا جدا جدا، ما فيش، ما تلاقيش بقى حد، لا حد جاي ياخد فلوس، ولا حد جاي يشتم، ولا حد جاي يهاجم اللعيبه، ولا كله حد جاي يتفرج على الفريق، كله جاي يتفرج ويشجع بس. منظومه متكامله، مجلس اداره محترم جدا، ما فيش حاجه اسمها يجي ده بيلعب ليه ده ما بيلعبش ليه، ما فيش اي نوع من انواع التدخلات، اللعيب ده عايز تجيبه لا طب تجيب ده، ما فيش الكلام ده في نادي طنطا، بيحليك الحريه كامله، لان انت في الاول والاخر عندهم مبدا ان انت اللي هتحسب، فبيديك كل الحريه في التعامل. معايا مدير كوره بصراحه الكابتن علاء عكاشه، من الناس المحترمه جدا جدا، يعني ما خلانيش في مجال ان انا اتكلم مع مجلس اداره في حاجه، وحلقه وصل ما بيننا وما بين مجلس الاداره منتهى السلاسه ومنتهى البساطه، دايما في صف النادي ودايما في صف اللعيبه، ودي موازنه صعب جدا ان مدير الكوره يقدر يعملها، اللعيبه بتحبه والمجلس الاداره بيحبه والجهاز بيحبه، فده كان مسهل لنا الامور كلها. فما واجهتش مشاكل غير المشكلتين، ماتش المنصوره وماتش المحله، ده اللي واجهته في طنطا. من الاجواء هناك انا من اول يوم دخلت النادي رغم الخساره قلت لهم لا، دي اجواء صعود واحنا هنصعد،
كانت الامور مستقره، مجموعه اللعيبه كويسه، كانت حاجات كتير جدا، كلنا متكاتفين، اجواء كلها كانت اجواء وسعود. حضرتك كنت موجود في المحله مع فريق البلديه، بعد اربع اسابيع حضرتك انتقلت من البلديه لطنطا، و يعني ما فاتش كتير من بطوله الدوري، حضرتك جيت في وقت مناسب جدا نادي طنطا، حضرتك قلت لي ان رئيس النادي اجتمع بيك بعد خسارتين وقال لك لو ما فيش نصيب ان احنا نصعد الموسم الحالي ممكن نصعد الموسم القادم، هل ازاله الضغوطات النفسيه والعصبيه على المدير الفني اولا هي سبب من اسباب النجاحات وايضا سبب من اسباب ان فريق طنطا صعد الى دوري الممتاز، ولا كان لازم لو كان ضغط على حضرتك وقال لك لازم تصعد الموسم ده وانا عندي خطه وانا عندي خريطه ماشي بيها كان الموضوع هيبقى مختلف؟ ممكن كان هيولد عليك ضغوط، بس برضه هقول لحضرتك حاجه، طبعا هي دي 90%، لكن في 10% برضه للمدير الفني لو هو واخد على الاجواء دي واخد ان هو النهارده ان هو بيتنافس دايما بينافس بفرقته على الصعود، فالامور بالنسبه له بتختلف. لكن هي طبعا ليها مفعول السحر، لان ده انعكس على انعكس منه عليا وعليا للعيبه، فطبعا وفرت اجواء للعيبه ان مفيش نوع من كل من انواع الضغوط خالص، كل اللي بتعامل معاه شغل فني في الملعب وثقه نفسيه للعيبه. حسست اللعيب ان هو فعلا ان هو، لان انا عارف ان دي لعبه كويسه واتفرجت عليها في الدوري الممتاز، فكان لازم ارجع لهم ثقتهم بنفسهم عشان اخد منه اللي انا عايزه في الملعب، عشان في الاخر نوصل اللي وصلنا له بالصعود. حضرتك قلت في الاول انك مع الاسيوطي بعد ما صعدت قبل الدوري بسبع اسابيع عرفت او تم الاعلان في نهايه الموسم ان حضرتك مش مكمل مع الفريق الموسم الممتاز. ليه من وجهه نظر حضرتك ليه رؤساء الانديه دايما بيلجاوا الى الاستغناء عن المدير الفني اللي بيصعب بيهم من دوري الدرجه الثانيه للدوري المصري الممتاز والاستعانه باحد نجوم كره القدم في اللعبه؟ يعني هو نجم كره قدم على عيننا على راسنا، لكن فنيا ممكن ما يكونش يعني عارف يحقق النجاحات او النجاح اللي حققه المدير الفني اللي قبليه بالصعود من الدوري الدرجه الثانيه، يعني من الاخر تعب وشقي مع الفريق وحافظ الفريق وحافظ كل كبيره وصغيره. ليه من وجهه نظر حضرتك ممكن الرئيس يعني رئيس النادي او رؤساء الانديه بيفكروا كده دايما، وليه ما يغيروش وجهه نظرهم في حته تغيير الجهاز الفني بعد الصعود؟ والله بص، هو طبعا اتكلم معاك بصراحه كابتن ايمن، قول لي بيفكروا ازاي بقى. هتكلم بصراحه، بص انا لما في شوف الاسيوطي انا اصلها الموضوع ده حصل معايا مرتين، مره في الشرقيه ومره في الاسيوطي. الشرقيه برده عملت العقد واتفقت على كل حاجه والشغل وبدانا نشتغل وبدانا فتره الاعداد، فوجئنا براعي جه، بدات الامور تتغير، شركه راعيه، مدير فني جديد، طب اشتغل معاه مدرب عام، طب اشتغل مدير كوره، قلت لهم لا انا مش مدير كوره، انا راجل بتاع ملعب، شغلتي ملعب مش مدير كوره، طب اشتغل مدرب عام، قلت لهم لا مش هشتغل مدرب عام، ورفضت واعتذرت واديتهم العقد ونزلت عن كل حاجه في العقد وخدت بعضي ومشيت. الاحترام ده يا كابتن. والله يعني الاسيوطي الاسيوطي نفس الموضوع، انا قعدت مع المستر محمود الاسيوطي ما بين الدورين وقال لي كابتن ايمن انت مكمل وانت وجهازك وشوف اللي انت محتاجه في السنه الجديده تشتغل عليه. بدات بعد كده عرفت ان في اتصالات كتير جدا مع مديرين فنيين ومدربين كتير، فكان مباراه يعني بني سويف يا تليفونات بني سويف بني سويف، ودي كانت مباراه صعود بالنسبه لنا، كسبنا المباراه واعتذرت بعديها على طول، لان انا ما بحبش احط نفسي في مقارنه مع حد. انت النهارده ايمن شغال معاك موسم كامل، هتقيمه؟ ما قيمتوش ليه خلال الموسم؟ الراجل النهارده بيشتغل قدامك ساعتين في اليوم غير فتره الاعداد، بيشتغل من فترتين وثلاثه في فتره الاعداد، قادر النهارده تقيمه فنيا؟ لما بتتكلم معاه قادر النهارده تقيمه فين؟ فجاي النهارده لسه هتقعد معاه تقيمه فنيا؟ فما رضيتش احط نفسي في مقارنه مع حد، الحمد لله شغل يتكلم عني، فرفضت ان انا اتواجد في مقارنه مع حد، واعتذرت ومشيت قبل الدوري قبل نهايه الدوري بسبع اسابيع بعد ما صعدنا على طول. الامور بالنسبه للانديه كتير، وده اللي انا متاكد منه ان هو مش موجود في نادي طنطا، وده اللي خلاني من يوم ما جيت وانا عندي اصرار ان انا اكمل مع نادي طنطا، ان طنطا ما بتخضعش لشركات راعيه، ما بتخضعش لسماسرا. طب يا كابتن عشان عايز اتكلم مع حضرتك في النقطه دي بالتفصيل، تعالى نروح للتليفون مهم جدا مع واحد من اهم اللعيبه اللي موجودين واللي شارك معاك في الصعود، هو نجم النادي الاهلي السابق ومنتخب مصر للشباب وايضا وكابتن فريق نادي طنطا، وكابتن حسام غالي. حسام ازيك عامل ايه؟ ازيك يا كابتن عمر؟ الحمد لله. اخبارك يا حبيبي؟ كله تمام؟ زي الفل، كله زي الفل الحمد لله. طبعا ببارك لك على الصعود، وانت واحد من اللعيبه المكافحه، واحد من اللعيبه المحترمه جدا اللي كان ليها تاريخ مع منتخبات الشباب او حتى مع النادي الاهلي في الفتره السابقه، وبهنيك على صعودك للدوري الممتاز. معانا مديرك الفني الكابتن ايمن المزين، اللي يعني حابب ان انا اسمع منك قبل ما اقول لك بقى طموحك ايه الموسم القادم في الدوري الممتاز، لكن حابب تقول له ايه قبل ما ابدا معاك؟ هقول له شكرا طبعا على الانجاز اللي هو عمله الراجل ده، مش انجاز طنطا بس، ده رابع انجاز دي، فده حاجه بقت حاجه عاديه بالنسبه له. يعني هو بجد مش قادر اقول لك احنا ازاي بنحبه وبنحترمه معانا، مش زي ابونا بقى، لا ده احنا مش عايزين نكبره، ده 47 سنه يعني ما شاء الله، الله اكبر يعني.
يعني الراجل ده لو كمان سنتين اتنين في الممتاز هيعمل انجاز، في الممتاز ده هيعمل انجاز ما حدش عمله. بس طبعا ربنا يعني اداله على قد تعبه ومجهوده، هو ما خدش حقه الفتره اللي فاتت خلاص في الممتاز، فان شاء الله يكون معانا ياخد حقه. هو نجم كبير يعني، لو فات فرصه صغيره ان شاء الله يبقى من احسن المدربين في الممتاز، فان شاء الله ان احنا نقدر نساعده وهو يساعدنا ونحقق حلمه في الممتاز ونحقق حلم طنطا كلها باذن الله. حسام اكيد حسابات مختلفه تماما ليك كقائد فريق وواحد من نجوم نادي طنطا، وايضا لزمايلك اللي موجودين في الموسم القادم، حسابات مختلفه، بطوله مختلفه، بطولة الشهرة والأضواء، إيه بقى الحسابات وإزاي بتستعدوا أو هتستعدوا للموسم القادم من دلوقتي بعد ما حسمتوا الصعود مبكرا؟ وإزاي طنطا ممكن يكون موجود في الدوري المصري الممتاز الموسم القادم بشكل مختلف عن المواسم اللي قبل كده؟ والله يا كابتن عمر أنت عارف حضرتك الكابتن أيمن لو أول ما جه الفرقة كلها ملمومة، يعني تحس إن إحنا كلنا أسرة واحدة، الكابتن معانا في كل حاجة، في معسكرات دايما مع بعض، يجي يقعد معانا يهزر معانا، يعني حسيتنا بجد ان احنا اللي هو واحد مننا اللي هو اسره من ان احنا اسره كلنا زي بعض. فهي ديت النقطه الكويسه اللي هو قدر يعني يجمع الفرقه، وغير طبعا الشغل الفني بتاعه، لكن هو قدر يجمع الفرقه كلها. ان شاء الله ان شاء الله لما دي تكمل على خير ويكون هو برده قائد لينا كلنا ونفضل زي ما احنا كده في اللمه ديت بجانب الشغل الفني بتاع الكابتن ايمن، يعني ما ان شاء الله ان شاء الله يكون لنا مركز كويس جدا في الممتاز، يكون لنا مكانه كبيره جدا، لان انت مش حاسس ضغط اللي احنا كنا فيه، لكن واحنا جربنا الممتاز ده وجربنا الممتاز السنه اللي فاتت، فان شاء الله يكون لنا مكان كويس في الممتاز، نقدر ان احنا نحقق احلامنا ونحقق احلام طنطا كلها ونحقق احلام الكابتن ايمن. الراجل ده تعب معانا وان شاء الله نرد له جزء من الجميل بتاعه ان شاء الله في الممتاز. حسام اكيد هسالك سؤال، بس انا مش عايز اجابه دبلوماسيه تقول لي كل اللقاءات صعبه وكل اللقاءات كانت يعني مهمه بالنسبه لنا، عايز اعرف ايه اللقاء اللي حسام غالي يعني فاكره كويس جدا ولقاء تعب فيه وكان الكابتن ايمن شايل همه جدا، لكن خرجته بالثلاث نقط وخرجته باداء ممتاز وانت كمان كنت راضي عن نفسك فيهم، ومباراه لا يمكن تنساها في الدوري الدرجه الثانيه ولسبب في صعودك للدوري الممتاز الموسم الحالي. مش اجابه دبلوماسيه ولا حاجه، احنا من مثلا اختار لي مباراه واحده، اختار لي ماتش واحد قول لي الماتش ده. لا هقول لك، احنا ماتش البلديه هناك في البلديه الكابتن ايمن قال لنا يكسبوا ده 70% من الصعود، نتعادل مع البلديه نكسب دمنهور عندنا يقول لنا الماتش الجاي 70% صعود. فلحد اخر ماتش تيجي سالم يعني مش قادرين نستنى ومش قادرين نستحمل. فهي الماتشات كلها كانت واحد، يعني الكابتن ايمن بالذات يقول لك احنا كنا بنخاف من الفرق ان هي تحت شويه، صح، لان الفرق الكبيره احنا بنلعب معاها كويس جدا ومحضرينها كويس جدا. كمان الكابتن ايمن يعني في حاجه كويسه جدا جدا، بيحضر الماتشات كويس جدا يا كابتن عمر، يعني في ماتشات كتيره جدا يقول لنا الماتش ده هنلعب على على على, على الكور العرضيه كتير، تمرين كتير يبقى كور عرضيه، الماتش يخلص كره عرضيه، في ماتش يقول لنا لا احنا هنشتغل على التصويب، الماتش يخلص تصويب. فهو ما شاء الله عليه في قراءه الماتشات، فمش قادر اقول لك ماتش واحد لان كلهم فعلا كان ماتشات صعبه. يعني انت عارف حضرتك الماتشات الصغيره بتبقى فيها مفاجات اكتر من الماتشات الكبيره، صح، فالماتشات كلها كانت صراحه كانت ضغط وخوف، لكن الحمد لله احنا مقدمين الماتشات كلها بنتيجه واداء كويسين جدا ثابتين. حتى الكابتن ايمن كل ماتش يقول لنا انا مش عايز منكم اي حاجه ومش خايف من الفرق الثانيه، انا خايف من حالتكم انتوا، انتوا لو حالتكم مظبوطه انا مش خايف خلاص. فالراجل كان كله ثقه فينا زي ما احنا كلنا بقينا نثق فيه. اهم حاجه خلي بالك كابتن عمر ان اللعيبه نفسها تثق في المدرب، فالكابتن احنا خلاص وثقنا فيه وخلاص، او اي معلومات يقولها لنا واي تعليمات فخلاص انت بالنسبه لك انت مصدقه، فبتنزل تشتغل على الكلام اللي هو قاله لك. فالحمد لله الكلام فعلا كان بقى مظبوط، الحمد لله اشتغلنا على الكلام والتعليمات بتاعته، والحمد لله النتيجه اللي احنا وصلنا لها مش محتاجه كلام للشغل هو يعني ولا مجهودنا، فالحمد لله يعني الحمد لله. اكيد يا حسام لما عرفت قرار الكابتن ايمن انه هيكون موجود الموسم القادم ده اداكوا ثقه واداكوا طمانينه كبيره علشان تكملوا معاه مشوار من دوري درجه ثانيه الى دوري المصري الممتاز، هل ده فعلا بيكون ليه عامل نفسي ايجابي عليك وعلى باقي زمايلك ان الكابتن ايمن مكمل معاكم الموسم القادم، هو عارف اللعيبه اللي موجوده، عارفكم كويس جدا فنيا ونفسيا، وبالتالي ده هيحافظ على فرصكم ان انتوا كمان تكونوا موجودين في الدوري الممتاز الموسم اللي جاي؟ طبعا طبعا، احنا خلي بالك يا كابتن عمر المجلس الاداره عندنا في طنطا ناس مستقره جدا وهادين جدا طبعا جدا جدا، فاحنا واثقين من الاول ان هم هيحتفظوا بالكابتن ايمن، لان الكابتن ايمن قيمه كبيره ليه وقيمه كبيره لينا زي ما نادي طنطا بيضيف لنا،
فهو الكابتن ايمن قيمه كبيره، هو ما خدش حقه، لكن مع مجلس اداره زي ناس طنطا بيديله حقه كويس جدا، ما حدش بيتدخل في شغله، الناس سايبينه براحته جدا. فيعني احنا بالنسبه لنا ان القرار ده كان من اهم قراراتنا اللي احنا فرحنا بيه زي الصعود بالظبط، ان الراجل مكمل معانا، الراجل اللي تعب معانا وشفنا شغله ووثقنا فيه، فهو ده اللي هيقدر ان شاء الله يخلينا في مكانه كويسه في الدوري الممتاز باذن الله. حسام بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا. حسام غالي كابتن فريق نادي طنطا، واحد من نجوم نادي اللي قدروا ان هم يصعدوا مع مدير فني محترم كابتن ايمن المزاين لبطوله الدوري المصري الممتاز. يعني اكيد حسام واحد من اللعيبه اللي حضرتك بتحبها، وهنتكلم في شويه نقط وهتكلم فيها، لكن تعالى نريح شويه ونروح لفاصل ونرجع نكمل بعديها. استنونا بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، ولسه مكملين معاكم في الفقره الحواريه الاولى مع الكابتن ايمن المزاين المدير الفني لنادي طنطا، واللي صعد مع فريقه رسميا الى الدوري المصري الممتاز. كابتن ايمن، عايز اتكلم على تجربه حضرتك الكرويه كلاعب كره قدم، وان في معادله غريبه ان حضرتك ما لعبتش في دوري ممتاز، لكنك كمدير فني شاطر جدا جدا جدا، واضح انك بتذاكر، واضح من كلام حسام غالي ان حضرتك بتقرا المنافس كويس جدا، واخد دورات تدريبيه كتيره جدا جدا، بتثقف نفسك اول باول، ده شيء مهم جدا للمدير الفني اللي في منهم بيعتمد على الذاكره، في منهم بيعتمد على نجوميته، وده بنشوفه وبينعكس في 2019 بدات بعض المدربين بدون ذكر اسماء ان يعني عدم التطوير في عالم التدريب بدا ان هو يبان عليه، وبالتالي بدا المدربين صغيرين يظهروا على الساحه وياخدوا فرصتهم. فانا عايز اعرف بقى من حضرتك، تقول لي ازاي بقى شغل حضرتك الفني ومعتمد ازاي، والرخص التدريبيه والدورات، وازاي حضرتك بتثقف نفسك من دوره لدوره، وازاي دايما بتطور نفسك سواء مع حضرتك او مع اللعيبه اللي بتدربها. والله بس طبعا الحمد لله، طبعا هو دايما في مبدا قدامي لكل مجتهد نصيب، وان الله لا يضيع اجر من احسن عمل. فدايما الاجتهاد في العمل مهم قوي انك تحصله كله، يعني لازم يبقى فيه علم، لازم يبقى فيه ماشي على الطريق الصحيح، ان انا ما مش ان انا ما بشتغلش صح عشان ان انا عايز بطلب من ربنا سبحانه وتعالى ان يكرمني، لا لازم اجتهد واشتغل واتثقف واطبق الشغل ده في ملعبي يبقى فيه نتيجه من ربنا سبحانه وتعالى. لكن انا دايما التدريب من صغري بحبه، بس مرهق قوي يا كابتن. بس انا بحبها، مهنه بحبها جدا جدا جدا، والحمد لله من صغري وانا عندي موهبه اللي انا دايما، حتى لما كنت بتفرج على ماتشات وانا صغير كنت اتكلم في الماتش او اتكلم على الماتش، كل الناس تسمع لي وانا كنت صغير. في المنطقه عندنا برضو لما كنت احب دايما اجمع اصحابي وانا اللي امرن، بدرب الناس، مش اتمرن معاهم، لا ده في المنطقه عندنا واحنا بنلعب مثلا خماسي مع بعض، بنلعب ملاعب صغيره مع بعض، فكل الموهبه كانت موجوده عندي. بعد ما بدات شويه كبرت، مش هخفي سر ان انا دخلت التدريب صدفه. انا في بدايتي دخلت التحكيم وقدمت التحكيم، وبعدين سحبت ورقي، اللي قدم لي في التدريب صحابي وعارفين ان انا بحب التدريب جدا، فقدموا لي في الدوري. طب مين دخلك التحكيم؟ لا انا قدمت انا لوحدي، انا كان انا كنت حابب برضو التحكيم شويه او ميال للتحكيم شويه، لكن موضوع التدريب كنت مستبعده. فدخلت في التدريب، صحابي قدموا لي في الدوره الاساسيه في اسكندريه، ودخلت وخدت الدوره الاساسيه، بدات اتجه للتدريب. بعد كده بدايتي تبناني الكابتن اشرف يحيى نجم نادي الاتحاد، كابتن محمد هاشم وزه مدير فني نادي الترام في الوقت ده، دول جابوني وبدات ماسك الفرقه في نادي الترام. الحمد لله كانت الفرقه تقريبا كانت كل، فاكر موسم كام يا كابتن كانت اول تجربه فنيه ليك؟ كانت تقريبا 11 2011 2012 في ده يعني بينك وبين الرجاء ما فيش سنتين. لا ما هي كانت قبل الرجاء بثلاث سنين بالظبط، لا كانت 2009 2009. يعني حضرتك نجح، يعني حضرتك حققت اول نجاح ليك بعد ثلاث مواسم او موسمين. انا اشتغلت موسمين في الناشئين، الحمد لله خدت تاني اسكندريه، كانت فرقه بتخسر على طول بالسبعه والثمانيه، الحمد لله قدرت ان انا اخد اول تاني اسكندريه. السنه اللي بعدها اول اسكندريه وتصاعدت قطاعات، السنه اللي بعدها مسكت الفريق الاول ومنه طلعت للرجاء. بدايتي مع الرجاء كانت مدرب عام، وبعد كده سبت الرجاء واشتغلت في فرقه المطروح. مشى المدير الفني في الرجاء، والحاج سعد رئيس النادي الرجاء كلمني، وكان برده ليه فضل عليا لان هو يعني امن بموهبتي قوي،
فكان واقف في ظهري بصراحه وخاطر ان انا مدرب لسه صغير وسني صغير واسم صغير ان انا امسك الفرقه. الحمد لله اول موسم مسكناه كان الدوري، كنا ماشيين اول الدوري وحصل من بحث بورسعيد الدوري اتلغى، السنه اللي بعدها صعدنا للدوري الممتاز والحمد لله كانت بدايه انطلاقه ليا. لكن لعيب لا، انا ما لعبتش لعيب في دوري ممتاز، كل لعبي في الدرجه الاولى في نادي الترام ونادي الكروم، لعبت ناشئين الاتحاد فتره والاولمبي فتره، ده كان بالنسبه لي في اسكندريه. لكن بره اسكندريه ما لعبتش. لكن المهنه بالنسبه لي انا واخد حوالي 22 دوره تدريب، واخد السي والبي، بس الايه اللي لسه ما خدتهاش عشان الفتره اللي اتعملت فيها في القاهره كنت انا موجود بره، فان شاء الله في اقرب وقت هاخدها. بدور على ان انا اعمل دراسات بره ان شاء الله، وان شاء الله فتره قريبه برده هحاول اعملها. بحاول بذاكر كتير جدا، يعني لما تدخل تقعد معايا تحس ان طالب ثانويه عامه بيذاكر، الورق مفروض في الارض، الكتب محطوطه على صفحات معينه جنبي، بذاكر كتير جدا. يعني مش هاخد الحاجه، بحب اتابع مدربين ايا كان المدرب وايا كان مستواه وايا كان ايماني بان هو مدرب كبير او مدرب صغير، بس لازم بتعلم. مش شرط ان انا اخد فكر، يعني انا من في المدربين زي كابتن طارق عاشر كنت في استمرار لحبي للحرس وحبي للعيبه في معايا انا في الحرس، فكنت بتواجد معاهم على طول. ففي لعيبه السنه دي لما جت اتمرنت معايا فاكرين ان انا بطبق شغل الكابتن طارق العشري بالظبط، فلاقوا الاسلوب مختلف نهائي. ممكن ان انا اتعايش مع مدرب او ان انا اعرف مدرب، لكن ما باخدش الشغل او اخد الفكر، لا انا باخد الخبرات اللي هي مع المدرب نفسه، او الخبرات اللي مع المدرب اللي انا بكتسبها ممكن تاخد مني وقت طويل جدا قبل ما اكتسبها، لكن مش شرط ان انا اخد شغل. ابني نفسه كان بيتابع معايا شغل، لعيبه لعبت معايا مثلا من 5 سنين او 6 سنين، جات الفتره دي لما شافت الاسلوب وشافت طريقه الشغل وشافت طريقتي في الشغل اتغيرت نهائي عن الفترات اللي فاتت. طبعا بتطور نفسك. بتطور نفسي، فيعني اسلوبي مع الرجاء غير اسلوبي مع الشرقيه، غير اسلوبي مع الاسيوطي. طيب النقطه دي يا كابتن، هل الكابتن ايمن بيطبق نفس اسلوبه او نفس خبراته او نفس طريقته على كل الفرق اللي بيدربها؟ عشان دي نقطه مهمه جدا جدا، ولا المدير الفني الشاطر اللي بيعرف يتعامل مع كل فريق ومع كل لعيبه بالشكل اللي يتناسب معاهم؟ يعني ممكن لعيبه طنطا نفسيا بيحبوا ان هم يتم التعامل معاهم نفسيا اكتر، ممكن لعيبه نادي الشرقيه فنيا يحب التعامل معاهم اكتر، هل ده فعلا موجود ولا المدير الفني بيطبق فكره وشغله على كل فريق بيبقى موجود فيه، يعني بغض النظر عن ايه المقومات او ايه الامكانيات الموجوده؟ لا طبعا، بص هو لازم في وقت لازم اسلوبك يبقى هادي، ولازم تحتوي اللعيبه، ولازم توصل لهم ثقتك فيهم الكبيره جدا، ده حاجه مهمه جدا. وفي اسلوب تاني يكون مرتفع، فرض الشخصيه عليهم، ده انا من نوعيه المدربين مش بالصوت العالي. حركة واضحة يا كابتن، حركة مدير فني هادي. حتى اللعيبة في ماتشات كتير جدا الدنيا هايجة والدنيا قايمة وما بتقعدش، واللعيبة تقول لك يا كابتن أنت بتجيب الهدوء ده منين؟ ما هو أنا لو مش هادي مش هعرف أفكر. تاخد حق كابتن بس بالعقل. لو مش هادي مش هعرف أفكر، مش هعرف أخد قرار في الملعب، مش هعرف أعمل تغيير كويس، مش هعرف أقرأ الأخطاء إيه، مش هعرف أقرأ الفرق اللي قدامي شغالة إزاي. فأنا من النوعية اللي هادي جدا 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 على الخط، دايما مركز في الماتش، ما بشغلش بالي بأي حاجة بره، وده طبيعي، خلي بالك بيتعكس على اللعيب بتاعك. الصوت واحد اللعيب بيتعامل معايا، انا مش من النوعيه اللي كل شويه اقوم على الخط واتكلم مع اللعيب وازعق اللعيب. اللعيب هيغلط زي ما انا ممكن اعمل تغيير النهارده ممكن يبقى غلط. هل النهارده ان انا هستنى الناس تزعق؟ لا، طب انا لازم اشجع اللعيب ده اللي غلط في الملعب ده عشان ارجعه للمباراه تاني. لكن انا لو زعقته وخطفته خلاص ممكن يطلع بره الملعب، ما يرجعش، ما يدخلش المباراه تاني، يبقى انا خسرت لعيب. وبالتالي على فكره خطفته دي مصطلح كروي ممكن محدش يفهمه. خطفته دي يعني حضرتك يعني زعقت له في الملعب او شديت عليه او حضرتك يعني حملته اكثر من طاقته، وبالتالي زي حضرتك بتقول فعلا هو موضوع مهم جدا. فبص التعامل مع اللعيبه ده فن وموهبه في حد ذاته بعيد عن التدريب. اسلوب التدريب بيختلف طبعا، يعني اسلوبي في الرجاء فرقه لسه صغيره مش كناش عن طموحنا للصعود، فكان اسلوبي بنمر واحد بيعتمد على الناحيه الدفاعيه وبعد كده الناحيه الهجوميه. ومش عيب. ما هو طبعا اسلوب لعب مش عيب طبعا. الشرقيه كان برضو الاسلوب قريب من ده، اعتماد بشكل كبير كان على الكور الثابته. الاسيوطي وطنطا كان الوضع مختلف، لا نمره واحد الناحيه الهجوميه لازم انا افرض، انا بنزل الملعب بفرض اسلوبي على الفرقه اللي قدامي وانا اللي هشتغل. وفي جمل كتير جدا جدا يمكن بنكرر التكتيك كتير جدا جدا جدا، اللعيبه لدرجه ان اللعيبه بقت تنفذه. جينا في اخر الماتشات انا ما بتكلمش، حاجات بتنفذ في الملعب، وطبعا في جمل انا بغيرها من فرقه لفرقه حسب برضو الفرقه. لما بتفرج على الفرقه مره واثنين، انا بتفرج قبل الاسبوع اليوم خميس او الجمعه، ببدا احدد اسلوب شغلي من يوم السبت وابدا احط الشغل اللي انا هشتغل عليه، بحفظه كتير جدا طول الاسبوع. يمكن تكتيك معين بس اللي بكرره كتير قوي لان ده اسطمبه واحده في شغلي، لكن الباقي بغيره بالنسبه على مدار الاسابيع اللي شغاله. طيب كابتن ايمن، مع طنطا الموسم اللي جاي، قبل ما نروح لشويه اسئله كده، لكن عايز اعرف من حضرتك
الرؤيه المستقبليه لنادي طنطا كابتن ايمن بعد ما الاستاذ فايز عريبي جدد الثقه فيه واعلن رسميا بقائه كمدير فني الموسم القادم مع نادي طنطا، وده بيدي ثقه للعيبه. حضرتك عارف ان دايما زي ما احنا عندنا فكر في مصر ان لما بصعد من مع فريق من الدوري الدرجه الثانيه للدوري الممتاز لازم اغير المدير الفني، ما اعرفش ليه انا بس هو بيتغير، يعني هو انا ما اعرفش السبب بس بيتغير. في نفس الوقت بستغنى عن كل اللعيبه وبجيب لعيبه عندها خبره، فعشان كده دايما بنشوف هم اللعيبه هم اللي في الدوري الممتاز، هم بيلفوا على كل الانديه، هم المدربين هم اللي بيلفوا على كل الانديه. حتى كان معايا كابتن احمد سامي مدير فني سابق للنجوم والطلائع، وقلت عليه مدير فني شاب، هو عنده 47 سنه قد حضرتك تقريبا. فالناس قالوا ده 47 سنه وشاب ازاي؟ فانا بقول شاب علشان ما فيش في الدوري الممتاز مدربين تحت ال 50 سنه، كله معدي ال 50 سنه وكله مسك قبل كده، وهم ثلاث اربع مدربين. فانا عايز اعرف الخطه المستقبليه للكابتن ايمن في الدوري الممتاز، ازاي هيفكر، ازاي هيستعد، وهل ممكن نشوف بعض التدعيمات البسيطه اللي موجوده في طنطا، وازاي مجلس الاداره بيدعم الكابتن ايمن؟ والله بص، طبعا اللعيبه لازم تاخد حقها، بس نمره واحد ان في لعيبه يعني طبيعي ان في لعيبه هيتوجه لها الشكر وفي لعيبه هتمشي. طبعا طبعا دي اصعب حاجه بتبقى عليا كمدير فني في الاهلي وفي الزمالك وفي الاسماعيلي وفي كل الانديه، يعني مش في طنطا بس. اصعب عليا كمدير فني ان انا بعد المجهود ده كله، بعد التعب ده كله، ان انا اقول للعيب ان انت مش هتكمل معايا السنه الجايه. لكن في الاول والاخر ده لازم هيحصل. لكن فرقه طنطا بتختلف عن الفرقه اللي انا اتعاملت معاها قبل كده، ان فرقه طنطا عندها قوام موجود من الدوري الممتاز، نزل معاهم من الدوري الممتاز، ورفض الاستاذ فايز ومجلس اداره ولجنه الكوره ان هم يمشوهم او يستغنوا عنهم او ان هم العروض اللي جات لهم يوافقوا عليها، وقالوا لهم زي ما نزلنا هتصعدونا تاني. وقعدت اللعبه دي. فطبعا النهارده لما يكون عندك فرقه بالحجم ده وبالوضع ده وعندك قوام تقدر تبني عليه وتشتغل عليه وعندهم خبرات دوري ممتاز، هتفرق معايا كتير جدا جدا في اختياراتي، وهتخليني كمان هادي في الاختيارات، مش مستعجل. الدوري النهارده الممتاز قدامه تقريبا اربع اسابيع، اربع شهور او خمس شهور لسه بدري. فالنهارده عندك، طب دي حاجه ايجابيه للكابتن ايمن عشان يستعد فتره اعداد كويسه، اللعيبه تاخد راحه؟ لا، هي ايجابيه وسلبيه. طب ايه الايجابيه الاول؟ الايجابيه ان النهارده انت هتقدر تشوف الفرقه دي كلها كويس، وتقدر تقيم اللعيبه اللي موجوده اللي ممكن انديه تستغنى عنها وتتعاقد معاها. وده برده مش هيبقى سهل، لان النهارده هتكلم لعيب هقول لك لا ده الدوري لسه اربع شهور يا كابتن، اصبر شويه، يقول لك حاجه ممكن تجي لي، حاجه ممكن استمر في النادي بتاعي. فدي حاجات كلها هيردوا عليك، لكن برده هتاخر انت فتره الاعداد بتاعتك، او هتاخر الشغل واستعدادك للموسم الجديد لفتره اطول من كده. كابتن ايمن حطت سيناريو قد ايه ان كل لاعب ياخد راحه؟ هل السيناريو اللي محطوط اللي كل لعيب ياخد شهر مثلا راحه؟ والله هو مش المفروض انه اكتر من كده، بس طبعا هشتغل من ثلاث اسابيع لشهر. هي مش هقدر اتاخر اكتر من كده، بس طبعا هيربطني برده بدايه الموسم الجديد. الموسم الجديد لان احنا برده هنعوز نشتغل بدري، هنحتاج نشتغل بدري، هنحتاج نجهز بدري عشان يبقى في تجانس ما بين اللعيبه وبعضها، عايزين ندخل الموسم بشكل كويس. نقطه بس انا هلعب عليها، ان اللعيبه لازم تفهم حاجه، ان احنا كنا بطل الدرجه الاولى وصاعدين واحنا ابطال، فلازم نشتغل على الدوري الممتاز واحنا ابطال. مش حته بقى ان انا اطلع ضيف شرف وانزل، لا دي حط نقطه. كنت لسه اقول لحضرتك، هل طنطا ممكن يعني نشوفه زي ما صعد، زي ما هيشارك مشاركه مشرفه وخلاص، ويكتفي بوجوده في الدوري الممتاز ودوري الاضواء ورعاه بقى وفلوس وتلفزيونات واستوديوهات تحليليه ولعيبه تتكلم ولعيبه تسوق نفسها، ولا طنطا مع الكابتن ايمن مع الاستاذ فايز عريب عندهم خطه بادين عليها ان هم بقى يبقوا مستمرين ويعني يغيروا فكر الانديه اللي بتصعد وبتنزل على طول؟ هي المشكله مع خلي حضرتك النقطه اللي اتكلمت عليها، نقطه الاضواء والشهره والاتصالات، دي اللي نزلت نادي طنطا، دي اللي خلت نادي طنطا كان في الممتاز بيه السنه دي. اللعيبه بدات تنشغل بالتعاقدات وان هي تروح لانديه كبيره، وفرطت في اسم النادي اللي هو ادالهم الشهره بتاعتها. طب قعد الفرقه في الدوري الممتاز وبعد كده عايز تمشي امشي، لكن انت طلعت من تركيزك، شتت نفسك، اثرت في الملعب، كانت النتيجه نزول الممتاز بيه. النقطه دي نقطه مهمه جدا، لكن للاسف انت مش هتقدر تسيطر عليها يا كابتن عمر، لان النهارده الوكلاء لا بيراعي النهارده ان اللعيب ده لسه فاضل له 3 4 5 سنين في ناديه، لا بيراعي ان اللعيب لازم يحافظ على مستواه عشان النهارده ان انت جايب له عقد من النادي الفلاني وهيروح النادي الفلاني بناء على ايه؟ بناء على المستوى اللي ظهر بيه. طب هو لو ما بيتمرنش كويس وبيشتغل كويس ومش متشتت، كابتن ايمن كان بيسيطر على النقطه دي ازاي؟ موضوع الوكاله وموضوع السماسره، مش بقول عليهم وكلاء، هم سماسره وسطاء ما بين انديه وما بين لعيبه، اكيد بيتكلموا مع لعيبتك واكيد كان في بعض الكلام مع لعيبتك، لكن حضرتك ازاي بقى ممكن مدير فني او ازاي حضرتك تحديدا اتصديت للموضوع ده علشان تقفل على لعيبتك وتخليهم مركزين جدا في مشوار صعب مع نادي طنطا؟ خليت في مساحه كبيره جدا بيني وبين اللعيب في الكلام، لازم اللعيب بيجي يحكي لي على كل حاجه، تعالى خد رايي،
لو جالك اي عرض او جايك اي وكيل كلمك في اي تفاوض مع ناديك تعالى كلمني. وبنصحه دايما كانه ابني كانه اخويا الصغير بالمفروض وبالاصول، لكن في الاخر انا يهمني مصلحته يهمني لان مصلحتنا مرتبطه ببعض احنا كله انا وهو والنادي الاداره مصلحتنا مرتبطه ببعض. لو ما احنا كلنا مش قافلين على بعض ومش خايفين على بعض عمرنا ما هننجح. هل حضرتك حصل موقف انك استبعدت العيب بسبب ان هو كان راضخ لكلام وكيل وكان متمسك برغبه وكان متمسك براي ما وحضرتك يعني صممت على رايك او قلت ده لمصلحه الفريق وانا بالتالي بعمل كده وكده وكده؟ لا ما حصلتش معايا خالص. حضرتك هادي يا كابتن ما تخش حاجه تعمل يعني حضرتك لا لا مش شخص صدامي مش شخص بتاع مشاكل خالص. لا مش صدامي ومش بتاع مشاكل وبركز في شغلي بس وما بدخلش نفسي في اللي ماليش فيه. صح بس شغلي وبس. طيب المدير الفني او كره القدم فيها جزء قيادي اداري وجزء قيادي فني. المدير الفني هل حضرتك شايف ان ممكن مدير فني يكون فيه صفه من الاثنين او ممكن يكون فيه الصفتين في بعض؟ وازاي يعني ده يكون ليه عامل ايجابي ليه او سلبي؟ وفي نفس الوقت بنشوف مدربين كتير عندهم شخصيه قياديه داخل الملعب لكن فنيا بيكون ضعيف، ممكن يكون فنيا عالي جدا واداريا وقياديا بيكون ضعيف. يعني انا بضرب مثال بالموضوع ده بحته اوروبيه شويه، يعني مورينيو لما كان موجود مع مانشستر مورينيو مشي جه سولشاير. سولشاير هو راجل المرحله الحاليه راجل عنده مقومات قياديه اداريه، لسه الفنيات ما شفناش قوي، لكن ده اللي عايز افهمه من حضرتك، ازاي يبقى مدير فني عنده قياده اداريه وقياده فنيه داخل الملعب وفي شخصيته هو تحديدا؟ والله بص طبعا الاثنين شبه مرتبطين ببعض، لان انا لازم النهارده شخصيه قيادتي الاداريه للعيبه، لان انا هتعامل مع اللعيبه بره الملعب عندهم مشاكل لازم ابقى قريب منه، لازم لو انا مش هتعايش معاه انا النهارده اللعيب بيعيش معايا اكتر ما بيقعد في بيته وانا اكتر ما بقعد في بيتي، فلازم ابقى قريب منه في كل مشاكله الخارجيه، احل له اي مشاكل موجوده بقى في اسرته في ناديه، كل الحاجات دي لازم يبقى في تواصل، لازم يبقى في تواصل بين اللعيبه. طيب تعالوا روح تليفون مهم جدا مع الاستاذ احمد ثروت نائب رئيس نادي طنطا وهو المسؤول عن الكره في النادي. استاذ احمد ازي حضرتك؟ برحب بيك على قناه الاهلي. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. اخبار حضرتك كله تمام؟ الحمد لله والله. ببارك لحضرتك على الصعود يعني تستحق الصعود بعد موسم صعب جدا مع مدير فني محترم، مدير فني شاطر عنده خبره مع ثلاث انديه صعد بيهم قبل كده الى الدوري الممتاز الكابتن ايمن المزين. اكيد بقى حضرتك يعني استعداد مختلف لموسم هيكون صعب بعد ما ينتهي بعد موسم طويل جدا، هيكون بعد بطوله الامم الافريقيه، ازاي ممكن تستعدوا للدوري الممتاز الموسم القادم وايه الخطه اللي حضرتك ومجلس الاداره حاطينها مع الكابتن ايمن للموسم القادم ان شاء الله؟ والله انا بقول الحمد لله ربنا اكرمنا وصعدنا للدوري الممتاز في ثاني سنه هبوط على طول، احنا السنه فاتت هبطنا والسنه صعدنا وديت انا يمكن ما شفتش فريق في مصر هبط وصعد في ثاني سنه على طول. الحمد لله ربنا كرمنا معانا الكابتن ايمن على مستوى عالي جدا. احنا بدانا الموسم بالكابتن عبد الناصر محمد قعد حوالي خمس ست ماتشات ما وفقش واستعنا بالكابتن ايمن لان احنا الصراحه يعني كنا متفائلين بيه جدا لان هو كان طلع أو صعد ثلاث فرق قبلينا، كان صعد الأسيوطي والرجاء والشرقية وهو بصراحة لما اشتغل معانا لقينا إن هو على مستوى عالي جدا من الكفاءة والأخلاق. إحنا عندنا المدير الفني لأي لعبة في النادي هو رئيس النادي في اللعبة دي. صح. إحنا كنا في لجنة كورة كنا بنشوف إن بنبدل أي مشاكل إدارية مادية ليه؟ لكن النواحي الفنية مفيش حد خالص يتدخل في النواحي الفنية لأي مدير فني لأي لعبة. كابتن ايمن كان على مستوى عالي جدا ووعدنا ان هو هيطلع الدوري الممتاز ان شاء الله وهيصعد والحمد لله يعني وعده جه حقيقي الحمد لله. بالنسبه للشغل بتاعنا بقى السنه الجايه الدوري الممتاز السنه الجايه هي طبعا انت عارف ان حضرتك الكوره دلوقتي فلوس طبعا واحنا بعد ما يعني احنا لما صعدنا من ثلاث سنين جبنا لعيبه برضه ودعمنا لعيبه كويسين بالدليل ان احنا ما هبطناش في نفس السنه لكن ما حصلش نصيب او توفيق السنه اللي فاتت وهبطنا بس بورصه الاهلي الدولي بعد طبعا اللعيبه اللي ب 100 مليون و 140 مليون جنيه ما لعبت في مصر ودفع فيها المبالغ دي على كل المستويات بقى البورصه زادت لكن احنا عندنا مش هقدر اقول لك ان احنا مثلا بالفريق بتاعنا ده هنلعب بيه الدوري الممتاز بالكامل لا اكيد هيبقى في تدعيمات وان شاء الله باذن الله ربنا يكرمنا وندعم تدعيمات اللي هي توصلنا لاننا بس نصف الجدول ما نقدرش ننزل السنه الجايه وربنا يكرمنا ان شاء الله.
يعني استاذ احمد بحيي حضرتك ومجلس الاداره بصراحه على الخطوه انكم جددتوا الثقه في الكابتن ايمن ان هو مستمر مع الفريق في الدوري الممتاز، ودي حضرتك حاجه نادره لما بنشوفها في الدوري المصري ان فريق يصعد من الدوري الدرجه الثانيه للدوري الممتاز، وان المدير الفني يفضل مكمل معاه. اغلب الاوقات بنشوف ان في تغيير جذري بالنسبه للمدير الفني وبيكون في تغيير ايضا في اللعيبه، لكن هل حضرتك شايف خطوه زي دي ازاي فكرتوا فيها وازاي اخذتوا الخطوه ان انتوا كابتن ايمن تجددوا الثقه فيه؟ واكيد فكرتوا في الاستقرار، زي ما في استقرار اداري ايضا في استقرار فني ما بين المدير الفني واللعيبه. حضرتك احنا من الانديه المستقره اداريا طبعا، من الانديه اللي هي عارفه هي بتعمل ايه. احنا عندنا الكابتن خالد عيد اشتغل معانا في السنه اللي قبل ما نصعد فيها الدوري الممتاز، وبعدين صعدنا معاه في الدوري الممتاز جددنا له. اول سنه في الدوري الممتاز النتائج كانت بتخوف شويه في نفس الموسم، لكن تمسكنا بيه وجددنا له للسنه الثانيه. لكن كان في تحت ضغوط معينه يعني حبينا نغير. فاحنا مش من الانديه اللي بتغير بسرعه وبتغير مدربين على طول انا قعدنا مع بعض واتكلمنا كتير جدا في موضوع الكابتن ايمن، وكل الناس اتخذوا الراي الصح على ضروره التجديد ده، لان هو النهارده اللي بيشتغل معانا وعارف قوام الفرقه الاساسي دي، وعارف اللعيب اللي هيسيبه ايه واللعيب اللي هيمشيه ايه، وعارف هو ممكن يجيب لنا لعيب ايه، لان هو ليه بصراحه علم ممتازه جدا في انتقاء اللعيبه. حتى في شهر يناير اللي فات عملنا اللي هو الكابتن شكري، الكابتن ايمن خد بصراحه حوالي 8 لعيبه او 9 لعيبه، لعب منهم 3 ارباعهم واكثر في الشهرين ثلاثه اللي فاتوا، وكانوا لعيبه مفيدين جدا للكابتن. فاحنا بنضع ثقتنا كامله في الكابتن ايمن والجهاز بتاعه. استاذ احمد بس يعني حضرتك لو تتحرك يمين او شمال شويه عشان الصوت مش واضح، معلش علشان بس نسمع كلام حضرتك بوضوح، معلش. انا عندي صوره قويه جدا. طيب طيب يعني كابتن ايمن اكيد يعني هتوجه كلمه للاستاذ احمد، واكيد طبعا بعد موسم شاق جدا، والراجل هو طبعا والاستاذ فايز عريب اكيد كانوا داعمين، وباقي اعضاء مجلس الاداره داعمين بشكل كبير لفريق الكره، ودايما عندهم استقرار اداري كبير وبيدعموك. تحب تقول له ايه بعد موسم صعب، بعد موسم شاق جدا، ربنا قدركم في الاخر ونجحتوا ان انتوا تكونوا موجودين في بطوله الدوري المصري الممتاز. والله طبعا ببارك للاستاذ احمد وبارك للاستاذ فايز وبارك لاكله الكوره وبارك لمجلس الاداره بالكامل. كان يستحقوا فعلا ان هم يكونوا في الدوري الممتاز، مجموعه بتتعامل مع ناس قمه في الادب وقمه في الاحترام وقمه في الرقي في التعامل. وفروا كل حاجه يعني حتى اي حاجه ما كنتش بطلب بصراحه، يعني كل حاجه كنت بلاقي قبل ما عاوز الحاجه الاقيها متنفذه، فكانت امور بالنسبه لي كانت فيها استقرار جامد جدا، ساعدتني على ان انا ارجعهم مكانهم الطبيعي للدوري الممتاز، فبشكرهم وبارك لهم. طبعا يعني الخط قطع في بعض المشاكل في الشبكه، لكن طبعا كانت مكالمه مهمه جدا، وبشكر الاستاذ احمد ثروت نائب رئيس نادي طنطا والمسؤول عن الفريق الاول وكره القدم في نادي طنطا بشكل عام. الوقت طبعا بيجري بسرعه، لكن عايز اسال حضرتك على يعني سريعا مباراه الاهلي وبيراميدز يوم الخميس، شايفها ازاي؟ ونادي الاهلي بعد ما خرج من البطوله الافريقيه ازاي يقدر يستعيد الجزء النفسي كويس جدا والجزء المعنوي ويقدر ان هو يفوز في مباراه يوم الخميس، وشايف المباراه عامله ازاي؟ بص ده من دي ميزه النادي الاهلي، نادي الاهلي نادي كبير، ومش معنى ان مر بكبوه يبقى لا قادر ان هو يرجع تاني. تجميعة اللعيبه في الملعب بقياده الكابتن حسام عاشور والجمهور وتحيه الجمهور اليوم بعد المباراه لسان داونز، انا شايف ان دي هتبقى لها مفعول السحر الفتره الجايه، وشايف ان يعني انا متوقع توقعي الشخصي ان الاهلي بنسبه كبيره ممكن يحسم الدوري السنه دي. مباراه بيراميدز الاهلي من النادي الاهلي من الانديه الكبيره اللي ما بتخسرش مباراتين ورا بعض، فشايف ان المباراه اللي جايه ممكن بنسبه كبيره تحسم النادي الاهلي. طيب معانا خبر عاجل، زي ما حضراتكم شايفين ان فريق السله للنادي الاهلي بيفوز على نادي الزمالك بنتيجه زي ما حضراتكم شايفين 77-76 في قبل نهائي دوري السوبر للسله. بنبارك الف الف مبروك لفريق كره السله رجال بالنادي الاهلي وكابتن طارق خيري على هذا الانجاز، وزي ما احنا دايما متعودين ان النادي الاهلي دايما بيحاول جهدا ان هو يحصل على كل البطولات في كل اللعبات، فبنبارك لفريق كره السله رجال بالنادي الاهلي. معلش يا كابتن ايمن يعني كنا بنقول خبر بعد كده يعني شايف يعني ربنا يبارك فيك، شكرا ربنا يخليك. هل حضرتك شايف مباراه بيراميدز والاهلي هتكون مباراه فيها فنيات عاليه قوي، ولا ممكن مباراه تكون فيها توتر، مباراه فيها ممكن نقول ضغط على اللعيبه هنا وهناك؟ النادي الاهلي بيسعى ان هو يصالح جمهوره بعد الخروج من افريقيا، بيراميدز بيحاول يقرب شويه بشويه من المركز الاول، هل
ده طبيعي ولا ممكن نشوف الجانب الفني هو الطاغي على الجانب الاكبر من المباراه؟ طبيعي المباراه، طبيعي ان المباريات الكبيره لازم هيبقى فيها ضغوط، وطبيعي ان لعيبه اللعيبه تبقى بحجم النادي الاهلي وحجم بيراميدز لازم يكونوا متعودين على الضغوط دي. فانا شايف ان المباراه لا مباراه كبيره بين الناديين كبار، شايف ان طموح النادي الاهلي يبقى اكبر فيها، لان الاهلي بنسبه كبيره، النادي الاهلي بنسبه كبيره لو فاز في المباراه دي هيقرب خطوات كبيره لناحيه الصعود لناحيه حصوله على الدوري الممتاز. وانا شايف ان الفتره الجايه الاهلي الاقرب للاستحواذ على البطوله تاني ويرجع تاني لدرع النادي الاهلي ان شاء الله. طيب هل حضرتك شايف ازاي تفصلي لقطه جمهور الاهلي بعد مباراه سان داونز؟ واعتقد ان احنا اول مره في مصر نشوف ان جمهور يجي من الدقيقه 70 ويتكلم يقول الدوري يا اهلي، وان اللعيبه بعد المباراه تروح تسقف مع الجمهور، والموضوع ما كانش فيه اي تجاوز. كمان الحظ الحلو ان هي كانت بعد القرعه، فدي كانت اول تجربه او شبه تجربه حقيقيه لعوده الجمهور الى ملاعب مصر وبعدد كبير زي ما حضرتك شفنا، وكان مليان المدرجات. فعايز اعرف حضرتك تفسير حضرتك كمدير فني ازاي ممكن تشوف اللقطه زي دي؟ دي دافع كبير جدا للعيبه، خاصه اللعيبه بحجم النادي الاهلي. وبعدين هو الاهلي، النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي طول عمره دعم للفرقه، يعني ما بلاقيش الكلام ده. لكن الجديد، اللقطه الجديده ان اللعيبه نفسها لما جمعت نفسها في نص الملعب اصرار غريب، تقول لك ان احنا لا، احنا لازم نرجع نفسنا تاني، وتحدي جديد بالنسبه لهم. وان هم راحوا للجمهور بيعتذروا للجمهور بطريقه برقيه عاليه جدا، والجمهور قبل الاعتذار ده بان هو شجعهم وقال لهم الدوري الاهلي. انا شايف ان دي بالذات هتبقى مفعول السحر لعوده النادي الاهلي لكره الدوري. مجموعة مصر في بطولة أمم أفريقيا شايفها إزاي؟ شايفها يعني بنسبة كبيرة سهلة لمنتخب مصر، رغم إن مفيش مستويات ثابتة في أفريقيا، لكن أنا شايفها على الخريطة العامة مصر تصدر المجموعة وتوصل للدور التاني. شو رأيك في أجاري المدير الفني للمنتخب؟ عنده بعض السياسات إن هو بيستبعد اللعيبة الكبار في السن بالرغم من الخبرة الكبيرة اللي موجودة عندهم، وبيستعين ببعض اللاعبين اللي عندهم سن صغير وعايز يعتمد ويبني لمصر منتخب يشارك في بطولة كأس العالم اللي جاي ويكون يحقق انجاز افضل من الانجاز في 2018 مع كوبر. شايف السياسه دي عامله ازاي؟ شايفها المفروض تبقى على فترات، يعني ما تقدرش تستبعد اللعيبه الكبيره دي، لان برضو محتاج مجموعه خبرات في الملعب تنقل للعيبه الصغيره دي خبراتها. فانا شايف ان العمليه لازم تبقى بحسابات معينه، ما تنفعش مره واحده. لكن هو برضو هو اضرب بفكره، هو اللي بينفس فكره، وهو شايف ان هو ناجح بنسبه كبيره مع المنتخب. كابتن ايمن شرفينا وطني، واستمتعت جدا بوجود حضرتك معايا. الوقت جري بسرعه، لكن طلعت من حضرتك بحاجات مهمه جدا وحاجات قيمه جدا. اتمنى لك التوفيق السنه اللي جايه ان شاء الله مع طنطا، ونتمنى انك تكون يعني عليك مشروع مدير فني ناجح، مدير فني محترم بيذاكر بيجتهد. فاتمنى لك كل التوفيق، ونقعد قعده ثانيه بقى ان شاء الله وحضرتك كده يعني محقق انجاز في الدوري المصري ممتاز ان شاء الله. باذن الله. بشكر حضرتك، وطبعا بس عايز اتوجه للشكر للجهاز الفني بالكامل اللي موجود معايا، طبعا كابتن علاء وكابتن محمد عطيه وكابتن وليد وكابتن خالد بيبو وكابتن عادل بيبو وخطيب بيبو وكابتن اسامه ليلى واللعيبه والجمهور وعمال الغرف اللي ساعدونا كتير جدا وعمال الملعب. فبشكر كل اهالي طنطا وبقول لهم الف الف مبروك. طيب وصلنا مع حضراتكم لنهايه الفقره الحواريه الاولى مع الكابتن ايمن المزين المدير الفني لنادي طنطا، واللي طبعا بتقول له مبروك تاني وتالت على صعوده مع طنطا للدوري الممتاز. طنطا من الفرق المحترمه جدا اللي دايما بتلعب كره قدم جميله. قبل ما نروح الفاصل عشان نستقبل بعديها نجم مصر ونجم النادي الاهلي كابتن احمد ابو مسلم، هنروح ونشوف تقرير مع جمهور الاهلي المحترم وسر حبه للفريق، ونرجع نكمل مع الزميل العزيز محمد سعيد وضيفه الكابتن احمد ابو مسلم. سر حبي وانتمائي للنادي الاهلي وانا عندي 9 سنين، النهارده انا عندي 67 سنه، يبقى كام سنه؟ حوالي 58 سنه. يعني أول ما وعيت على النادي الأهلي أنا من حي سيدة زينب. سيدة زينب طبعاً، ومن حي كان فيه رحمة الله عليه الأستاذ كمال حافظ، يعني هو اللي مربيني وتبنيت بإن كان هو كان تملي يروح النادي الأهلي. وراح ما راح أنا أول مرة أروح النادي الأهلي عن طريق رعاية شباب نادي بتاع السباحة بتاع الجزيرة. لقيت الجماهير داخلة، كان يوم التمرين يوم الاثنين ويوم الاربع، رمت من التمرين بتاع الجزيرة ورحت على النادي، اتفرجت على صالح سليم الله يرحمه ورفعت الفناجيل وطارق والجيل القديم ده كله، ومن يوميها لحد النهاردة وانا في النادي الاهلي. طبعا سبب حبي وانتمائي النادي الاهلي ده حاجة أسرية،
جينات من صغرنا وبنتوارثها، وما بنطلع بقى يعني بتيجي بعد كده بقى انت ذهنك بقى بيفهم ان انا بعتبر النادي الاهلي هو الكيان اللي هو في مصر اللي هو مبني على اسس ومبني على تربيه واخلاق صرف النظر عن البطولات، ويعني مهما كانت حاليا دلوقتي بنسميها يعني فتره شويه عدم توفيق، ومع ذلك بناخد درس من جمهور النادي الاهلي ان هو بيتلم حوالين لعيبته وبيقول له نقطه مناوض السطر وبالتوفيق. ففي كل مره بصراحه وفي كل جيل بياخد درس من النادي الاهلي ككيان. النادي الاهلي بالنسبه لنا بيمثل حاجه كبيره، احنا بنتعلم منه كتير وحاجات كتير، والمبادئ اللي هو النادي الاهلي ماشي عليها حاجات كتير الاهلي عملها كنادي وكفرق وبطولات والكلام ده كله، فلازم طبعا الحاجات دي كلها تبقى تأثر فينا طبعا. وبعدين دايما الاهلي بيعمل الصح، هي دي الحاجه اللي بتخلي الناس دايما متمسكه بالاهلي ودايما جمهوره وراه ودايما الناس بتحب الانتماء للنادي الاهلي، وان شاء الله دايما كده الاهلي في تفوق كده وان شاء الله يا رب. والله ده سؤال صعب جدا، بس انا عايز اقول لحضرتك حاجه، انا عضو عامل في النادي الاهلي و40 سنه لاعب ومدرب وعضو، النادي الاهلي ده حاجه كبيره جدا جدا على مستوى مصر والوطن العربي وافريقيا واجزم ان هو على مستوى العالم، واحنا بنحب النادي الاهلي عشان مبادئه وقيمه والحاجات اللي احنا تعلمنا منها رؤسائنا القدام كابتن صالح كابتن حسن حمدي واخيرا الكابتن الخطيب، ارسوا فينا روح الانتماء للنادي الاهلي وحب النادي الاهلي وعظمه النادي الاهلي. وانا يعني من هذا المنبر بقول للشباب الصغير النادي الاهلي ده حاجه كبيره جدا ولازم نحافظ عليه ولازم نتمسك بمبادئه عشان حب النادي الاهلي ده في دمنا. دي زي الجنسيه كده والديانه، الحاجات دي تورثناها يعني ابا عن جد يعني انا افتكر ان والدي كان زميل كابتن سيد اباظه سنه 28، كان زميل حسين حجازي وعلي الحسني، والراجل ده كان بياخدني مع النادي الاهلي، اتفرجت على الاهلي والزمالك هنا في مختار التتش وكان 3-0، كان ساعتها صالح كره بدماغه واحده كان طاها فاكر ما شاء الله. لا ما راحش مني ماتش شفته وقت الحقيقه يعني طبعا كنت باجي مع سيد اباظه، سيد بيه اباظه ده كان كابتن مصر هنا، وكان كان في كده مقوله بينه وبين حسين حمدي زمان سنه 28 زي يا سيد جون، كان هو سريع جدا وكان راس حربه وساعات كانوا يلعبوا باك رايت، فسيد اباظه ده هو اللي حببني في الكوره، كان بيجيبني هنا على طول وكنا بنخش كده اوضه اللبس ويومها يومها قال لعادل عادل ما تفوتش حاجه النهارده، قال له لا ما تخافش يا كابتن. وانا فاكر في اليوم ده اول 5 دقائق كان الحكم حسين امام وكان عم حماده امام، واول ظهور لحماده امام في اهلي والزمالك جاب جون وقف وقال اوفسايد، وفعلا حسين امام حسبها اوفسايد، كانت الناس فير زمان وكده. النادي الاهلي يعتبر بالنسبه لنا البيت الكبير لنا، نادي القيم والمبادئ والكرامه واللفه والوطنيه، النادي الاهلي ما اكثر ما يمكن ان يقال او يكتب عنه ده نادي القرن، وتحس كده ان النادي الاهلي ماشي في دمنا يعني احنا واحنا معاه على الحلوه والمره، ولا يمكن نتخلى عن النادي الاهلي.